انا ما يمكنش ليا كمواطنه مغربيه نبقى كل مره نمشي للمحكمه، نبقى كل مره وقت ما بغيت شي اجراء عادي اللي نقدر نجيبه غير من المقاطعه خاصني نشد محامي ونطلع ونهبط في المحاكم. بغيت موافقه الاب باش ننقلو من مدرسه لمدرسه، هذا خدا ليا مجهود ديال 4 شهور. خاصك تمشي محامي، خاصك تخلص المحامي، خاصو يرفع دعوه. انا مثلا بغيت نطلع الباسبور ما عنديش الحق، كاع الاجراءات الاداريه من حق الاب ماشي من حق الام، رغم انني انا الحاضنه. بغيت نقول بان انا صاحبه حق ودعوى رافعه في المحكمه ومستعده. قال لك جوج الحوايج مهم الواحد يدافع عليهم ويموت في سبيله، الاولاد والبلاد. حيت هذا الموضوع ما كيهمنيش غير انا بوحدي، يعني انا يا كمواطنه مغربيه وحتى ملي كتكون وجهك مألوف عند الجمهور كيشوفوك الناس، ملي كتشارك معاهم شي حاجه اللي واحد الحق اللي هو مشترك ولا واحد المطلب اللي هو مشترك. دوك انا منين هدرت باسمي، باسم الطفل ديالي وباسم الاطفال ديال الحاضنات. هذا موضوع اللي بصح مهم وما خصناش نسكتوا عليه. مسكوت عليه لان فيه ظلم وفيه حيف. انا صراحه عانيت بزاف ديال المراحل، المرحله ديال الفراق، وديال كتشوف واحد الطفل ديالك باقي صغير ومحتاج الاب ديالو، وانا يا كأم كنوفر ليه كل شيء الا هذيك الحاجه اللي هي خاصها تكون طبيعيه، اللي خاصها تكون هي انا بالنسبه لي هي الحاجه المهمه. ملي كتكتب في ورقه ديال الطلاق بان مثلا الطليق ملزم بالنفقه وملزم انه يشوف الابن ديالو، صافي القانون كيلزم عليك هذيك النفقه ولكن ما تيلزمش عليه يشوف الابن ديالو. وكتبقى الام الحاضنه هي اللي حاسه هذا الشيء، يقدر يكون رجل حاضن ولكن قليل، كاينين رجال حتى هما حاضنين ولكن قلالين. ما كتقدرش مسكينه المراه توفر هذا الشيء للابن ديالها، لان شنو هي انا الغايه ديالي؟ هو انا نشوف هذاك الوليد فرحان، نشوفه انه غادي يكبر في واحد البيئه اللي طبيعيه. يعني كون لقيت نشريها هذيك الشوفه بشو نديرها. دونك كتبقى الام كتعاني مع هذاك الطفل ديالها ولا الطفل تيعاني ربما اكثر، لان واحد كاين واحد الاهمال من طرف الاب. كتقول ما ضمنهاش ليا هذه القانون، ما عندي ما ندير، لان هذه مساله انسانيه، ما كاين مشكل، ما غاديش نطلبوا شي حاجه اللي نورمالمون خاصها تخرج من القلب. من بعد غادي نوليو مثلا في المسائل ديال الاضطهاد، ديال تستغل هنايا كيتستغل القانون باش بزاف ديال الاساليب اللي كتكون هي ماشي اساليب طبيعيه باش يحيد لك مثلا هذاك الطفل من الحضن ديالك. يعني لا، ما بغيتش نهضر في هذه النقطه، ما بغيتش نهضر في هذه النقطه لانها شي شويه حساسه. دونك بزاف ديال النساء كيعانيو من هذه المسائل هذه، سورتو مثلا من القانون الجنائي اللي كيقدروا يتستغل من طرف الاباء بين قوسين الغير مسؤولين باش يسببوا الضرر لهذيك الطليقه، ولكن هما ما عارفينش بان كيسببوا الضرر لهذاك الطفل قبل كل شيء. من بعد هذا الشيء كيكون عاوتاني من بعد هذا الشيء كاين ضرر اخر، لانه كتشوف المستقبل ديال الطفل ديالك غادي يتدهور. انا المصلحه ديال الطفل عندي هي اهم من اي حاجه، هي ملي كنوصلوا نشوفوا الدراسه ديالو ونشوفوا الميولات اللي كيبغي ولا الطموحات اللي كيبغي يحقق هذاك الطفل اللي هو في بدايه ديال المراهقه. دونك بالنسبه لي انا هذا السن حساس بزاف، لانه صافي بدايه المراهقه صافي كيخرج الولد، لانه كتوصل 13 عام راه ما بقى والو. انا ما يمكنش ليا
كمواطنة مغربية نبقى كل مرة نمشي للمحكمة، نبقى كل مرة وقت ما بغيت شي إجراء عادي اللي نقدر نجيبه غير من المقاطعة خاصني نشد محامي ونطلع ونهبط في المحاكم، وهذا الشيء داز عندي. بغيت موافقة الأب باش نسجلو في المدرسة، باش ننقلو من المدرسة للمدرسة، هذا خدا ليا مجهود ديال 4 شهور وبدون نتيجة. خاصك تمشي محامي، خاصك تخلص المحامي، خاصو يرفع دعوى، فهمتي؟ انا من بعد عاد نعرف بان راه كاينين قضايا اخرين تقدر ترفع قضيه مستعجله، المهم واحد الاجراءات قانونيه. انا ما كنفهمش في القانون. مثال اخر هو انا مثلا بغيت نطلع الباسبور ما عنديش الحق، بغيت ندير كونت الولد في الحساب البنكي، كل شيء هذا الشيء الوالي هو الاب، يعني كاع الاجراءات الاداريه من حق الاب ماشي من حق الام، رغم انني انا الحاضنه وانا انا المسؤوله عليه وانا اللي كنلعب جميع الادوار، انا اللي كنخدم عليه، انا اللي كنربيه، انا اللي كنسهر عليه، انا اللي كنعرف احلامه. غير زياره غادي يمشي مع الاطفال صحابو الاسبانيه لمده 3 ايام، غيمشي مع صحابو باش يشوفوا هذاك النادي. ما عطانيش الاذن باش نصاوب لي اول حاجه الباسبور، اذا الان ما عندوش باسبور. دونك انايا باش غادي ناخذ كل مره اجراء بحال هذا خاص نرفع دعوة باش ناخذ الإذن. هذا موضوع طويل يطول شرحه يطول شرحه. نعم انا في اول حاجه رفعت هنايا دعوة في الرباط لان انا كنسكن في الرباط، مشات الدعوة للدار البيضاء لان العنوان ديالو هو كاين في الدار البيضاء، وهذا اجراء قانوني عادي دونك التخصص. انا رفعت دعوة في الدار البيضاء وان شاء الله غادي تكون عندي الجلسه في الاخر ديال هذا الشهر. كنتمنى من القضاء المغربي انه ينصف هذا الطفل وينصف بزاف ديال الاطفال، وانا عندي ثقه كبيره في القضاء المغربي. بالعكس عارف بانني انايا كأم كيعرفني مزيان وكنهضر انا وياه، وقلت ليه اولدي انا راه غادي نخرج للاعلام وغادي ماشي غندافع غير على الحق ديالك، غادي ندافع على الحق ديال بزاف ديال الاطفال بحالك حبيبي. قلت ليه راه كاينين في المدرسه، كاينين في المغرب بزاف. قلت ليه انا راه غادي ندير اسقاط الولايه، وشرحت ليه المعطيات كامله وحتى شي مفهوم ما تيفهموش. كنمشيو للقانون وكنقول ليه ها اللي كاين، ها الخلل، ها فين كاين، ها فين كاين. انا ولدي كندافع على حقك، بغيتك ان يكون عندك باسبور ديالك، بغيتك ان منين بغي نسافر نسفرك معايا، من حقك اوليدي تسافر. كنقول ليه بان مشات لينا هاد العام مثلا ديال القرايه في لاميسيون، ان شاء الله ما تعرف العام الجاي نعاودو ندفعو وتكون عندنا الولايه. يعني انا ولدي ولا هذا الموضوع هذا صافي ولا عنده عادي. وحيت قبل انا نقول لك واحد الحاجه، لان راه خاص ضروري خاص يعرفوها الناس، هذاك الطفل راه بدا كيكبر وبدا كيوعى وبدا كيفهم، راه كان كيحس وكان كيسكت، دابا راه بحال وريت وجهه في المرايه. وحاجه واحده اللي انا ميمكنش لي ما نقولهاش وما نشكرش عليها الناس، لان المدرسه اللي كيقرا فيها الحمد لله انه كاينين وليدات مربين، وانا كنقول لهم الله يرحم من قراكم والله يرحم من رباكم، لان عرف بانه راه ماشي بوحدو ماشي بوحدو، انه طفل كباقي الاطفال المغاربه كيعانيو من نفس المشكل. لا لحد الان ما انا ما توصلت بحتى شي دواء، وحتى الا كانت انا مستعده نمشي ليها وندافع على داكشي اللي قلت، وانا ما قلت حتى حاجه عندها علاقه بالتشهير. من حقي نقول الحوايج اللي كيضروني، من حقي نعلنهم، ما فيهاش الاديالي. ثاني حاجه اللي بغيت نقول هي ان الا كان عنده مثلا هو شي رد ولا ان انا كذبت عليه في اي حاجه، انا ما كنهضرش بدون دلائل وما كنهضرش من الفراغ. الا كان عنده شي حاجه اللي يقدر يقولها للراي العام يخرج بها، وانا مستعده انا وياه نوقفوا في القضاء. ديجا انا راه الدعوه ديالي في القضاء. لا انا بغيت نقول بان انا ما عنديش مشكل معاه شخصيا، انا عندي مشكل مع القانون. انا القانون هو اللي، لان كان ممكن ان هذا السيد انه اختار يكون غائب، كان ممكن انه يبقى غائب، ولكن انا طفى
فرض عليا انه يكون حاضر، لان في اي حاجه بغيتها خاصني نطلبه ونرغبه باش يديرها، لان كون كان هذا الباب عند القانون مفتوح ما نحرش راسي. بغيت نقول بان انا صاحبه حق ودعوى رافعه في المحكمه ومستعده. قال لك جوج الحوايج مهم الواحد يدافع عليهم ويموت في سبيله، الاولاد والبنات.